صل على النبي محمد.
في الحلائق من جهنم في غريم لدي يوم بحر الباطل في شغائل الدنيا ويوم آخر ونخرية لي يوم دخل الداخل يا علي الرضوات عبد القادر يا علي الرضوات عبد القادر يا علي الرضوات على النبي محمد خذ الحلائق من جهنم في غدي صلى الله على النبي الطاهر والآل ذكره من كثير الظاهري وسببت طباء أهل مظاهر وعليكم يا شيخ عبد القادر وعليكم يا شيخ عبد القادر وعليكم يا شيخ عبد القادر يا ربي صل على النبي محمد منذ الحلائق من جهنم في رذيل استاذنا شيخ صدقة الله الكاهري كائل پٹنمي قدس الله العزيز الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نقبلت في زمان رحمة الله لأهلها فعين كن صدقة الله بات الضلال ولو ناسبين جلوا في نار عمري لو لا صدقة الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك حي لخلق كلهم يا كل أهل قلوب العلم والحكم مكلل بالمعاد صدقة الله سمى الجنان فما رعاية بيدي حتى وضائها فاق صدقة الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك حي من خلق كلهم دون المعابد من مولاه يسكبهما عن الى حد دي من صدقة الله الحياة والطاعة بسهل ملتصقا مستربيا ببقاء صدقة الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك حي للخلق كلهم أكمل لإسلامه جهلا فلا فردا أحسن صدقته من صدقة الله إن أنت زوجه دنياه طلقها حبا وبغضا سلا صدقة الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك حي للخلق كلهم ربنا شرف عرفي مستوجب سفرا من عباده علو من صدقة الله رحى الكتاب ببيت الله يحلله للحاضرين شريك وصدقة الله مولاي صل وسلم لله من نبدا على حبيبك حي لخلق كلهم Thank you.
عسى لله من نبدا على حبيبك هيم لخلق كلهم يا رب صل على من زار روضته والآل والسبس إن صدقت الله يا رب صل على من زار روضته والآل والسبس إن صدقت الله يا رب صل على بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حيوم يا قيوم يا حيوم يا قيوم يا حيوم يا قيوم